احنا هنا بقى هنعمل فطاير بانكيكس، هي حادقه وهتتعمل في الطاسه ذا بان، وهنقول المقادير عشان تبقوا عارفينها عشان جايده هي اللي هتعملها دلوقتي. يلا بينا. احنا معانا بيضتين بالظبط هتحطهم دلوقتي، ومعانا كوبايه حليب، ومعانا بقى المره دي كوبايه ونص من دقيق الذره، مش الدقيق اللي هو الابيض عشان دقيق الذره ما فيهوش جلوتين، فصحي جدا للاطفال علشان كتير قوي دلوقتي عندهم مشكله جلوتين، فاحلى حاجه بقى في الوصفه ان هي فيها دقيق ذره ما فيهاش جلوتين خالص، فنقدر نحط كوبايه ونص بالظبط كده. معانا كمان ربع كوبايه زيت زيتون، ايوه، ومعانا حاجات كتيره قوي زي مثلا خضار زي فلفل احمر مكعبات صغيره، ومعانا كمان الزيتون الاخضر متقطع صغير حلو قوي، ومعانا شيا سيد اللي هتساعد جدا على ربط الايه العجينه علشان هي ما فيهاش جلوتين، فالشيا سيد حلو قوي، كله عادي على بعض زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى عندنا البيكنج باودر، عشان دايما البان كيك من الحاجات اللي عشان تنفخ في الطاسه لازم يتحط لها بيكنج باودر، وعندنا كمان زعتر، الزعتر بالظبط، وشويه ملح وفلفل بالظبط كده. يلا او ماي جاد انا حطيته كله دول على الوصفه عشان ايه؟ عشان ايه؟ انا غصب عني حطيتها، مش مشكله، وشويه فلفل شويه بيبر اوكي، انا حطيتها كانها سكر. ايوه ونحط كمان ايه الجزر المبشور عشان ده كله فايز، واطلع من الدرج برده سباتشولا. احمد انا فاكراك بتحط، لا يلا بينا هستنى. هتستنى؟ ماشي تمام اوكي. بصي انا اكتشفت بقى ان احنا نقلب دي احسن، قلبي كويس، قلبي كويس قوي. الوصفه دي بقى حلوه قوي يا جماعه كمان للناس اللي داخله المدارس علشان هي مفيده جدا، فيها البيض زي ما شفنا صح. انت بتاكلي بيض جايده؟ يس اي لاف ايجز، بحب البيض. حلو قوي، البيض صحي جدا للاطفال يا جماعه وللكبار، بيساعد جدا على النمو. احمد بتحب البيض؟ بموت فيه. يا سلام على الكلام الجامد ده. عايزه اقول لكم مهم جدا للنمو وللعضلات وحاجات كتيره جدا، البروتينات بتخش في كل حاجه. عندنا الحليب اللي مهم جدا للكالسيوم، صح؟ بتحبوا اللبن؟ انا بموت في اللبن. I drink it every day. كل يوم كوبايه. هايل هايل هايل. الحاجه الوحيده اللي ايه مهمه جدا في الوصفه دي بس احنا ما حطيناهاش للناس اللي تحب، بس انا احب ان انكم تحطوها، مهمه جدا، جبنه مبشوره. مهم قوي تحطوا شويه جبنه مبشوره جوه الوصفه، عشان الجبنه المبشوره دي بتدي طعم فظيع بقى وبيظبط جدا، زي جبنه مثلا لو شويه شيدر مبشور، جوده مبشوره، رومي مبشوره، بتساعد جدا على ايه ان الوصفه تبقى طعمها رهيب رهيب رهيب، بيبقى حوالي نص كوبايه كده بس اساسي حطوها عشان هتفرق جدا في الطعم. خلاص ماشي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اهم حاجه الطاسه لازم ندهنها بشويه زيت صغيرين جدا، فاحنا هنحط شويه زيت، بس زودي جبنه ياسمين علشان دي مهمه جدا، مش الموتزاريلا اللي على الوش، لا جبنه شويه جبنه رومي تحطوا جوه الايه الوصفه، او جوده او شيدر. اكتبي نص كوبايه جوده ونعيد ننزلها تاني الوصفه. ماشي ده بقى ما احنا احمد بقى هنشوف بقى دلوقتي حالا. بصي بقى جايده ادهني كده، ادهني بالشكل ده، ونكون واطين النار علشان النار مهمه قوي انها تكون ايه مش عاليه علشان ما يتحرقوش من تحت، ان هم يسخنوا ويعلوا بقى واحده واحده زي الكيك. والتانيه كمان يا جايده، الناحيه التانيه. حلو قوي حلو قوي. ونروح لاحمد وبعدين نسالهم بقى شويه اسئله. بصي يا جايده هتعرفي تعمليها كده شويه صغيرين قوي قوي قوي، وتفرديها كده زي الدايره بالظبط، ونسيبها بقى واحده واحده لغايه ما تستوي. اعملي كام واحده جنب بعض، واحده هنا وواحده هنا. يلا حاضر يلا بينا. ثانك يو. احمد ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ بتخش المطبخ؟ بخش المطبخ. ساعد مامي؟ بتعمل معاها ايه بقى في المطبخ؟ ساعات بعمل السلطه، ساعات بعمل سلطه انا بحبه بجد. بساعدها. مامي بتحبه؟
بموت فيه بجد. بتاكل كل حاجه؟ يا سلام. مفيش حاجه ما بتحبهاش؟ لا اكيد في حاجه ما بتحبهاش. اكيد في حاجه مامي بتفضل يلا يا احمد يلا يا احمد كل وانت مش بتحبه قوي. ايه بقى؟ المكرونه الوايت صوص، بحب الاحمر بس. بجد؟ ايوه. ايه ده، ده انت جاي على المكرونه ومش بتحب الوايت صوص؟ ماشي تعالى يلا نشوف بقى هنعمل ايه. هنحط بقى ايه الفاكهه اللي موجوده عندنا؟ هنحط اليوجرت الاول. هتحط الزبادي الاول؟ ماشي تمام. يلا حط الزبادي واساعدك انا احط لك العسل عشان ده محتاج نضغطه. برافو. العسل ده بقى ليه؟ علشان صحي اكتر صح؟ صح. احسن من السكر. اه حلو قوي، برافو عليك. خليكي اقوى. خلينا اقوى صح. قلب يلا، قلب قبل ما ننزل الفاكهه عليها عشان يبقى كله اتقلب كويس قوي. ونزل الفاكهه بقى واحده واحده. قولي لي يا جايده انت بتساعدي مامي؟ برافو عليكي، حطيتهم كلهم يا جماعه في الطاسه مظبوط جدا. بصوا ايه الشطاره دي، تعالوا بصوا بصوا على الطاسه ما شاء الله بجد عملتهم بيرفكت بجد. تسلم ايدك. يعني انا قلت بقى هتنزل بقى توقع شويه هنا وهنا 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 على ما توصل. لا ما شاء الله بجد، يعني الطاستين الطاستين مظبوطين جدا. تسلم ايدك. حلو قوي. نطلع بقى كده حاجه نطلع بيها نقلب بيها قصدي، عشان ايه برضو نعرف نقلب كده. انا بدور على حاجه بس اقلب بيها اهو. هنا ممكن دي برضو تاني، دي او دي. ماشي حلو قوي. نشوف بقى اهم حاجه في الوصفه دي انها لازم تنشف من فوق. شايفه لسه طريه، شايفه عامله ازاي؟ فلو احنا قلبناها كده مش هتستحمل، هتروح ايه؟ هتروح ايه؟ بصي ناشفه، لازم تنشف من فوق عشان نعرف نقلبها. نعلي بس هناك، حاسه هناك مش حاسه باي حراره قوي. نعلي شويه عشان ايه؟ يدي فرصه. ولازم تبقى جولدن براون من تحت بالظبط.